اطار البرنامج ديال محاربه الفوارق الاجتماعيه بالعالم القروي اليوم غتدعم قص شريط ديال الطريق اللي كتربط بين جماعه مول بلقيد وجماعه الطرقيه السعيسه اللي جات في هذا البرنامج هذا وجات في اطار الشراكه ديال الجماعه ديال مول بلقيد مع المجلس الجهادي ديال مراكش اسفي. الطريق اللي الطول ديالها هو 11 كيلومتر و760 هي طريق اللي جات في المنظور ديال ان اي جماعه تحت
تحتوي المعوقات ديال النمو ديالها، وهذه لقيناها من اهم المعوقات ديال النمو ديالها. فإلا بغينا نطوروا اي جامعه اليوم خصنا نشوفوا الامد الطويل والامد البعيد، ونفتحوا لي زاكسي، نفتحوا القنوات اللي غيحركوا لنا هذه المراكز هذه. فمره اخرى كنشكر كل من ساهم من قريب والبعيد في هذا هذه الطريق هذه، فهي داخله في اطار فك عزله على سكان ديال العالم القراوي، وتفيد للعهد اللي اتخذناه على وعهدنا به المواطنين. فهي داخله في التوجهات الكبرى ديال الجماعه ديال المغربي. فاليوم حنا كيف عطى السيد العام التنشين ديال الطريق هذه، كنوعدوا السكان ديال الجماعه المغربي باش نحلوا واحد الاكثر واحد منفذ اخر بهذه الطريقه هذه على الجماعه ديال المغربي. وطبيعه الحال العهود الاخرى ديال تحديث المستوصف اللي تعطى انطلاق الاشغال ديالهم دابا واحد شهرين، وكذلك المركز ديال الفلاحه اللي كان وصمه عار على الجماعه، ودخلنا فيه بشراكه مع الغرفه الفلاحيه والاستشاره الفلاحيه لجهه مراكش اسفي، اللي كما كتشوفوا اليوم فهو راه البنايه جاهزه او في العام ان شاء الله. فنعاود نرجع ونعطي نذكر بالاهميه ديال هذه الطريق هذه اللي كانت مطلب كبير ديال المواطنين، لان كتجمع بين واحد العدد ديال المواطنين ديال السكان لا جامعه المغربي ولا جامعه الدار القيد سعيده. فهي غادي تفتح واحد الافاق كبير بالنسبه للجامعه، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، غتسهل الممر الى المركز. فكما قلت دائما خص الرؤيه ديال رؤساء الجامعات انهم يشوفوا شنو المعوقات ديال النمو ديال الجامعات ديالهم، واهم المعوقات هما المنافي. فإذا فتحنا منافذ على باقي الجامعات وعلى باقي الطرق الوطنيه غتعود بالنفع العام على المراكز. فهاد الطريق هذه بدايه ديال ركوب قطار تنميه ديال جامعه المغربي، والباقي ان شاء الله غادي يكون احسن. محمد جاودي صاحب مكتب دراسة الذي قام بإنجاز دراسة المشروع الذي أمامنا، وهذا المشروع ينزل يجدي من المشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي خصوصا بمنطقة أسفي. والمشروع الذي أمامنا هي إشغال بناء طريق الرابطة بين الجامعة الترابية مولبرغي وجامعة الترابية دار القيد سعيسة. هذا المشروع ممول من مجلس جهة مراكش أسفي، وين دارج وتمنى، وهذا التمويل من صندوق التنمية القروية الذي ويبلغ طول المشروع 11 كيلومتر و700. الانطلاقة ديالته من جامعة مولبرغي في اتجاه جامعة قيد سعيسة. ميلود هوديبي عضو جامعة مولبرغي، احنا قد هذا اليوم السعيد بمناسبة عيد العرش المجيد العزيزة، كان نحتفل بهذا الطريق الرابطة بين جامعة الترابية مولبرغي وجامعة دار السعيزة. كنحمد الله ونشكره بأن كان واحد العدد ديال العالم فك العزلة على العالم القروي، بأن كنستافدوا منها من جهة مراكش أسفي، وكنشكر الجميع كل من ساهم في هذا الطريق، والسلام عليكم. كنشكر كل من ساعد ووقف بهذا الممر اللي كيربط ما بين دار قيد سي عيسى وجامعة مول البرقيد. كنعانوا بزاف من هذا بالنسبة من هذا الطريق، وأنا من بين المتضررين اللي كنت بجانب هذا الطريق، كانت محفرة وكانت ما تدير، ولكن كان الحمد لله ونشكره بفضل الرئيس رشيد بوكطايا وقفة رجولية من بداية النهاية حتى مرت الطريق بخير، والحمد لله غادي الأمور بخير، خير من المكان. اللهم لك الحمد.